من أكثر سيارات الـ SUV مبيعاً على العالم، وتعتبر هي أكبر سيارة SUV بالصول سيارات كيا، وصارت عليها تحديثات وتغييرات جديدة. كيا تولوراي 2023. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الغاليين. تغطيتنا اليوم نتكلم فيه عن أكبر سيارة SUV وصول سيارات كيا تولوراي 2023. طبعاً بعد التحديثات والتغييرات اللي حصلت عليها، حصلت على فيس ليفت في الموديل الأخير. فقبل ما نتكلم عن هذه التغطية ونتكلم عن تفاصيلها وتجهيزاتها، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وإنستغرام والفيسبوك، الروابط بخانة الوصف، وفي أول رابط تلقون تفاصيل السيارة بشكل كامل. تولوراي مثل ما ذكرنا هي أكبر سيارة SUV بسطول سيارات كيا، والفئة اللي اليوم موجودة معنا ما تعتبر هي فئة الفل كامل، لكن راح نذكر وش الاختلاف ما بين هذه الفئة وفئة الفل كامل، ولا تعتبر هي فئة الستاندر. بشكل سريع نبدأ بالواجهة الأمامية. نلاحظ طبعا التغييرات حصلت على الواجهة الأمامية مثل الإضاءات والشبك وهذه التفاصيل بشكل كامل، صارت عليها تحديثات. شعار كيا بالشكل الجديد، تصميم الواجهة الأمامية لسيارات كيا بشكل عام مثل ما نلاحظ كشاف ضباب بالجزء السفلي، فيها فتحات للتهوية أكيد موجودة هنا مثل ما نلاحظ بالجزء العلوي والجزء السفلي. طبعا ما شاء الله نتكلم عن محرك 3.8 لتر، فأرقام عالية. هنا مثل ما نلاحظ الجزء الجانبي فتحات للتهوية عملية طبعا كلها حقيقية. السيارة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض بشكل جميل كسيارة SUV تنافس طبعا عدة سيارات، راح نتكلم عن منافساتها بعد شوي. وهنا الإضاءات مثل ما نلاحظ هذه العدسات بالنسبة للعالي والواطي مع خاصية الليد النهاري. طبعا دخلنا في صلب الموضوع، دخلنا في تفاصيله وتجهيزاتها بشكل كميل سريع، ونسينا نتكلم عن سعر السيارة. طبعا بالنسبة لسعر السيارة نتكلم بالتحديد عن سعر 182,900. هنا بالتحديد نتكلم عن سعر كيا تولوراي كفئة نصف كفئة الوسط. هنا مثل ما نلاحظ الجنط جاي باللون الأسود والفضي بشكل جميل وملفت للنظر. مقاس الجنط ما شاء الله، هنا تفاصيله بشكل كامل. بالنسبة لمقاس الجنط هنا مقاسه 20 إنش على 60. عندنا إشارات بالمرايات، عندنا مرايات مدمجة بالأبواب تعطيك انسيابية أكثر، دخول ذكي، فتح السقف، عوارض بالسقف. عندنا إطار من الكروم بشكل كامل حول النوافذ، وعندنا في هذه الجهة مثل ما نلاحظ الزعنفة اللي موجودة بالخلف وجناح خلفي، إضاءات خلفية LED مع حساسات خلفية. طبعا تصميم السيارة كذا تصميم غريب شوي وملفت للنظر بشكل أكثر. هذه السيارة بشكل كامل جميلة السيارة كتصميم، تحسها كذا هادئة، حتى الجزء الجانبي ما فيها زوايا حادة، ما فيها، لا سيارة فيها هدوء غير طبيعي بشكل جميل وملفت للنظر. خلونا نتكلم عن بعض منافساتها. عندنا أول منافسة لها أو أختها نقدر نقول بكل بساطة من العلامة الكورية كمان هينداي، عندنا البلاسيد، وعندنا برضو ترافيس، وعندنا برضو اللي هو البرادو. هذه كل منافسات كيا تولوراي. خلونا نتكلم الحين عن تجهيزات المحرك أو القلب النابض. نتكلم بالتحديد عن محرك V6 ست اسطوانات. بشكل سريع نشوف المحرك. إذا جينا لمحرك كيا تولوراي 2023، بنتكلم عن محرك GDI، محرك سداسي الاسطوانات سعة 3.8 لتر 3800 cc. الأحصنة نتكلم عن 291 حصان، والعزم 360 نيوتن، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، طبعا أكيد بنظام دفع رباعي. هنا إمكانيات السيارة بشكل كامل. وخلونا الحين نلقي نظرة سريعة على بطاقة استهلاك الوقود أو على كفاءة استهلاك الوقود بالسيارة. نتكلم بالتحديد عن 11.3 كيلو لكل لتر بنزين، التقييم جيد، بنزين 91 دفع رباعي 2023 3.8 لتر، سعة خزان وقود 65 لتر. هذه إمكانية السيارة كيا تولوراي 2024. مثل ما نلاحظ هنا بطانة
داخلية طبعاً تعطيك عزل أفضل كسيارة SUV عائلية. طبعاً ما شاء الله السيارة تعتبر فيها عزل ممتاز، سيارة فيها رصاوة، فيها أشياء كثيرة مثل ما نلاحظ، هذه كلها بتساعد بعزل السيارة. والحين خلونا ندخل للجزء الداخلي. بكلاما عن الجزء الداخلي، لاحظ أول حاجة في الجزء الداخلي الوسع الجميل والتصميم الرايق. هذا هو الجزء الداخلي بشكل كامل. لاحظ هنا ستائر جانبية، عندنا مقابض داخلية كروم، تخشيب هنا موجودة، هذا الجزء كله جلد. طبعا تنوع جلد على فورمايكا على كروم بشكل جميل. عندنا مساحة تخزين، وهذه سماعات مثل ما نلاحظ. مراتي فيها ارباقات، بامكانك تطوي المرتبة بكل بساطة بمجرد ما ترفع الزر هذا او ترفع الجهة هذه وتنطوي معك المرتبة. طبعا مثل ما نلاحظ تحكم كهربائي، كذا بامكانك تدخل للسيارة بكل بساطة. طبعا بدون ما تعطي مجهود عالي او بدون ما تضغط بقوة، السيارة تتحرك بكل بساطة، سواء حبيت تقدمها او ترجعها بكل بساطة. نلاحظ كذا بكل بساطة. عندنا هنا منفذ USB اكيد موجود، اذا خلاص اتعنيت فبامكانك تسحب اليد وتطوي المرتبة وترجع المرتبة. حاملة اكواب، ندخل داخل السيارة ونلاحظ المساحة الداخلية فيها. تقريبا نتكلم عن 4 أصابع، ولا وباقي كمان حتى الخاتم. أخذنا معنا خاتم. حاملة أكواب، كروم بشكل كامل. عندنا فتح السقف، طبعا اختلافاتها راح نذكرها بعد شوي. عندنا تحكم بالتكييف مثل ما نلاحظ بالخلف. عزل السيارة ممتاز، ارباقات طبعا موجودة هنا في المراتب، كلها موجودة ارباقات. عندنا هنا هذا الجزء مثل ما نلاحظ كذا جاي تصميمه غريب وملفت، كذا جزء خارجي. عندنا هنا مساحة تخزين موجودة هنا، مساحة تخزين بإمكانك تستغلها بكل بساطة. طبعا تطوي المراتب بهذا الزر. وهنا عندنا منفذ 12 فولت. إضاءة اللوحات باللون الأصفر وكاميرا خلفية. حاملة أكواب بهذا الجزء، منفذ USB موجود هنا. هذه المساحة الداخلية. والحين من ناحية الراكب الأمامي، مراتب تحكم فيه كهربائي بالنسبة للسائق وللراكب، مراتب جلد بشكل كامل. عندنا هنا قفل مركزي، تحكم بالنوافذ، مقابض داخلية، هنا التكييف بإمكانك تفتح وتقفل، هنا الدرج. ثم نلاحظ هنا مساحة تخزين، استغلال ممتاز للمساحات بشكل جميل للجزء الداخلي. وجينا للناحية الثانية من ناحية السائق، ونلاحظ بشكل سريع ناخذ بعض التفاصيل. مساحة تخزين، النوافذ كلها كهربائية، التحكم بالمرايات الجانبية والقفل المركزي، الفورمايكا هنا موجودة أكيد، وأسفلها كروم بشكل كامل. عندنا هنا التحكم بالإنارة، نزول المحددات، فتح الشنطة الخلفية، التراكشن، هنا التحكم بالإنارة. المراتب التحكم فيها كهربائي بالنسبة للسائق. وهذه الداخلية، وسع ممتاز بشكل ملفت للنظر. هنا عندنا تصميم تبريد المراتب بشكل كامل، هنا التحكم بالتكييف مثل ما نلاحظ، هنا كمان برضو تحكم بالتكييف بالخلف بالجزء العلوي، هنا فتح السقف. عندنا حاملة اكواب، بريك الكتروني اوتو هولد، وضعيات القيادة طبعا مع نمط القيادة. عندنا هنا شاحن لاسلكي، منفذ USB وتايب سي هنا موجود، بامكانك تطوي تقفله بهذه الطريقة. طبعا مثل ما نلاحظ درايف مود كمان، تشغيل السيارة بالبصمة. هنا نلاحظ حفاظ على المسار، مثبت السرعة، بالإضافة لي الخروج عن المسار، أوامر صوتية، صوت البوري ممتاز. طبعا الدركسون مكسو بالجلد. هنا التحكم بالإنارة، وهنا التحكم بالمساحات. وهذه السيارة بشكل كامل.
كيتلورايد بيانو بلاك بشكل كامل بهذا الجزء وبعض الأماكن في السيارة. نلاحظ هنا الإضاءة الداخلية LED شمسات فيها مرايات وفيها إنارة بالنسبة للسائق وللراكب. وش اختلاف عن فتح فيت الفول كامل؟ من ضمن الاختلافات اللي هي فتح السقف، وعندنا برضو من ضمن الاختلافات الكاميرات المحيطية وفيها بعض الاختلافات. وش تختلف عن فيت الستاندر؟ فيت الستاندر بدون فتح السقف، والجنوط طبعا تصميمه طبعا غير او مقاسه اصغر من كذا. هذه ابرز الاختلافات ما بين الفئتين. بالنهاية اتمنى التغطية نالت اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في قناة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالايام الجاية. في امان الله.